ألف سرزة وسرزة معي ألف وما ندير هكذا حدثنا هربشت. كاتب سوري بدك تصير كاتب هي كتير صعبة، بس إذا كاتب سوري فهي من أسهل ما يكون، أحسن من القعدة بالبيت. جرب انتصر على حالك شي نهار، دبحت الطغاة وانت وعم تنتصر عليهم يا زلمة. طلعوا هدوليك العاقلين اللي كنت امشي معهم، هن رفاق السوق. هلأ بلا مسخرة، بدك تعلمني صير كاتب سوري ولا لا؟ انت جاي على بالك يعني؟ ايه طالما في رزقة ليش لا؟ معناها شوف الدنيا أول شي من أفاك، ما أنا هيك شايفة بالأساس. ايه روح لك، أنا شايف لك أمورك بالسليم، بس لا تنسى تعزمنا على حفل التوقيع. مستحيل، شلون ما أعزمك؟ بس بمعيتك بدي تعلمني على توقيع محروف شوي. اسمك توقيع، بس خططه منيح وخليه يبين عفوي. والصور مثل التوقيع، صورني وأنا أتأمل آلام الوطن ومو منتبه. مو منتبه لآلام الوطن؟ لا بالعكس، منتبه كتير بس مو منتبه للكاميرا. صعبة شغلة الكاتب السوري؟ لا لا سهلة كتير، المهم تتفاعل مع الأحداث. ومع مين وقف؟ مع الأبا الحلوة وفريقي، أنت فريقك والثورة كلمة بتهدر فيها لما بتلزمك لايكات. وما بدك يعني حاسب المتخاذلين؟ حاسب تعرف، بس هيك رح ينشهروا وهو المطلوب. يعني افتح له بالحجم اللي ما بيخليك تنفتح. شي بيفتح ايه بدك تتحمل، عادي هيك كان وضعي من قبل، بس على بلوشي. لا هون ما في شي ببلاش، كترة المواقف بتفشخ يا زلمة. معك بتتعود، وبلكي ادمنت بيرشحوك لشي جائزة حلوة. الجوائز مصاري وشهرة والقاء كلمة، ألذ الشي القاء الكلمة. ايه فيها تلذذ اكتر الشي، ولسه النقاش على العشاء مع الداعين والمدعوين احلى. ما في أحلى من النقاش على العشاء وحواليك 20-30 واحد عم يأكلوا ويشربوا ويمدحوك. ما هي العزيمة على شرفك، ما تنسى. التعن شرفنا يا زلمة، لا تحكي بصيغة الجمع قدامي، لا ياخدك الحال. ماشي بخاطرك، مع السلامة. ليك إذا ما بعت لك دعوة على حفل توقيع كتابي لا تزعل، بيكون نسيت. بالعكس بتكون فضلت أحلى وبشريك. هاي كمان غلط. ليش يا زلمة؟ أنت كاتب، انت فريد، انت وحدك، انت وغيرك لا انت وبس والباقي خس. بس المهم يكون في شيء على راسك، طاقية مثلا او عقال. لا هي مجرد ازياء، خليك ماشي تحت ظلال الزيزفون. هكذا حدثنا هربشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.